لنشاهد كيف يتم هنا تصنيع السكاكين. في البداية يتم جلب هذه البكرة من هذا الحديد الرفيع والذي يتم قصه بهذه الأجزاء. بعد ذلك يتم تحمية السكاكين وإلصاق المقابض بها كما ترون. الآن يتم جلب هذه السكين ووضعها بهذا الشكل حتى يتم نقلها إلى العملية الأخرى. انظروا كيف يتم قص هذا الشكل بالليزر، وبهذه الطريقة يتم صنع المقابض. هكذا يتم تحمية وصقل السكاكين، وهنا باستخدام الأدوات التي تعمل بواسطة الكمبيوتر شاهدوا كيف يتم الأمر. هيا نأخذ رحلة وجولة رائعة في مصنع السكاكين المميز هذا. بالطبع بعد عمليات الصقل وأيضا التنظيف شاهدوا كيف أصبح شكل السكاكين. الآن تمرر السكاكين إلى آخر مرحلة وهي مرحلة التحمية، والتي بها تصبح السكين حادة وقوية. لنشاهد هنا كيف يتم تصنيع السكين متعدد الاستخدامات. في البداية يتم جلب هذه القطعة من السكاكين وإنزالها في هذا الرجاج من الحجارة الصغيرة حتى تكتسب قوة أكثر. يتم هنا بواسطة مغناطيس نقل هذه السكاكين الصغيرة وتجميعها. بعد ذلك يتم فحصها ووضع علامة الشركة التجارية عليها. الآن يتم صف هذه السكاكين الصغيرة لتدخل إلى عملية التحمية. تمرر السكاكين وهي تلتصق بهذه المغناطيسات حتى يتم حدها وصقلها جيدا بواسطة آلة الخراطة. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم إلصاقها وخراطتها وصقلها بهذا الشكل. الآن يتم جلب هذه المقابض متعددة الاستخدامات، وبالطبع كما تشاهدون أمامكم فهي تحتوي على الكثير من الأدوات. هنا يتم صقل السكين حتى تصبح حادة وقوية. هنا يتم قص هذه القطعة الصغيرة وهي التي ستوضع على المقابض كشعار للشركة. بالطبع بعد أن يتم فحصها يتم بواسطة هذه المكابس إلصاقها على هذه القطع كما تشاهدون. انظروا إلى عملية التجميع. بعد أن يتم قص هذه القطع الفولاذية يتم إنزالها لتدخل مرحلة التحمية. بعد أن يتم تسخينها يتم جلبها حتى تكبس بهذه المكابس القوية وتأخذ الشكل المطلوب الذين يريدون تعدينه.
بعد ذلك يتم تركيب هذه القطعة على آلة الخراطة لإزالة الجزء الخارجي منها، وأيضا حتى يتم الحفر عليها جيدا، ويتم الرسم بواسطة هذه الآلة للخراطة حتى يقوم بتعدينها كما يريدون. لنشاهد هذه الأشكال التي يتم صناعتها. هنا يتم تقطيع القضيب الحديدي إلى أجزاء متساوية، ثم يتم تسخينه بالنار، وبعد ذلك يتم كبسه على القالب ليأخذ هذا الشكل، والذي سيتم من خلاله تصنيع الكماشات. بعد أن يتم أخذ هذه الأشكال، يتم إنزالها بفرن حراري حتى ترفع درجة حرارتها. يتم تعدين هذه القطع وأيضا عمل ثقوب بها وخراطتها وإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها حتى يتم تجميعها وتصبح كماشة كاملة. لنشاهد معا كيف يتم الأمر. بعد تجميع الكماشات يتم إدخالها إلى هذا الفرن الحراري حتى يزيد من قوتها وتخرج إلى عملية الصقل. هنا يتم قص هذه القضبان الحديدية حتى يتم عمل مسمار وبنهايتها براغ. فلنشاهد معا كيف يتم الأمر. بعد أن يتم تحمية رأس هذه القطعة، يتم كبسها لتصبح بهذا الشكل. بعد ذلك تمرر عبر هذه الآلة، والتي تقوم بعمل مسننات لها كما تشاهدون. يتم تغطيس هذه القطع كما ترون في هذا السائل حتى تصبح قوية وجيدة للاستخدام.